أعلنت صفحة شاومينج على صفحتها الرسمية على الفيسبوك تسريب جميع امتحانات لجميع المحافظات الجمهورية للشهادة العددية. وهنتابع دلوقتي كل الحاجات اللي منزلها على المحافظات. هم منزلين توقعات دلوقتي وقالوا بالليل هننزل الامتحانات بالنسخ الأصلية بتاعتها بالإجابات النموذجية. زي ما انتم شايفين قدامكم منزلين توقعات المنيا في التعبير والقراءة وكمان النصوص والنصوص الاختياري والنصوص الإجبال. كمان منزلين في توقعات كمان بني سويف الموضوعات زي ما انتم شايفين ذو الاحتياجات الخاصة العلم والعمل الشباب حياة كريمة بر الوالدين التدخين الرياضة مشروعات العمل والوطن والمرافق العامة والمرأة سميرة موسى عبد الرحمن والكتاب الهام وآيات العلم. أما بقى بالنسبة لمحافظة سوهاج منزلين ذو الاحتياجات الخاصة والعلم والعمل الشباب حياة كريمة والقراءة طريق النور أو قصة أثر وعبد الرحمن أو رحمة ومحبة والكتاب وآيات العلم. أما بالنسبة لتوقعات الغربية في كتاب النصوص كان الكتاب وآيات العلم. ده بالنسبة لمحافظة الغربية. أما بالنسبة لمحافظة دمياط جاءت النصوص عبد الرحمن أو الحديث والنصوص الاختياري جاء الكتاب وآيات العلم والقراءة طريق النور أو قصة أثر توقعات أسيوط سميرة موسى طريق النور عبد الرحمن أو الحديث والكتاب وآيات العلم. وزي ما قلت لحضراتكم إن هما بالليل هينزلوا الامتحانات بالإجابات النموذجية بتاعتها فتابعوا معايا ما تنساش اللايك ما تنساش الاشتراك في القناة. احنا هنتابع إن شاء الله وهنشوف هل الحاجات دي احنا بنتابعها كمراجعة للحاجات اللي بتنزل وهل النماذج دي بالفعل هل هتصدق شاومينج ولا لا وهل وزارة التربية والتعليم زي ما قالت هل هي هتقدر تمنع التسريبات دي اللي نازلة لكل المحافظات زي ما انتم شايفين كل محافظات الجمهورية نازلة. يا ريت كل واحد يشوف المحافظة بتاعته ونشوف التسريبات هل دي صحيحة أم لا في امتحانات بكرة إن شاء الله أو بعده على حسب ما تكون المحافظة بتاعتك. هم قالوا مش العربي بس لا ده كمان الإنجليزي والدراسات والعلوم والجبر والهندسة قالوا كل المواد هينزلوها إن شاء الله. شكرا لكل المتابعين في القناة.